ابتكارات وإبداعات تحدث تنمية اقتصادية واجتماعية لتطور القطاعين الصناعي والتجاري وتدعم التنمية المستدامة وتواكب متطلبات العصر. شهدت السنوات السبع الأخيرة اهتماماً أكبر من المعهد بتسجيل براءات الاختراع في الجهات العالمية المتعددة، وقد أثمرت جهوده في هذا الاتجاه عن تسجيل أكثر من 34 براءة اختراع ومجموعة من الخبرات الفريدة التي سيتم استغلالها واستثمارها صناعياً لتطوير القطاع الصناعي والبنية التحتية والخدماتية في الدولة. تعاون يشهده القطاعين العام والخاص للاهتمام بالنشاطات الذهنية ومحاولة ترجمتها على أرض الواقع. المعهد يهتم بإيجاد سبل التعاون مع القطاع الخاص وخلق الفرص لتبني التقنيات الجديدة ودمجها في الصناعات المحلية. ومن أجل تحقيق أهدافه في هذا الاتجاه، فقد استحدث ضمن هيكله التنظيم الجديد إدارة للعمليات التجارية، وهي معنية بحماية الملكية الفكرية لنتائج الأبحاث واستثمارها ونقلها إلى القطاع الصناعي والتجاري في الكويت والمنطقة. توجه حديث لقي الدعم من كل حدب وصوب، يرسم خارطة طريق تطور قطاعات الدولة ويمضي بها نحو العالمية. زهرة الكاظمي، لتلفزيون المجلس.